اخي شو بتحب تقول عن الانتخابات الرئاسيه؟ ما لازم تنده الشغله، هذا حكي كله كذب. اذا 3% ما موافقين معه شو الانتخابات؟ مسخره. جايب لي ايرانيين وحزب الله وعلوية الجبل والقرصان، جيب علوية من تركيا. انت يا اخي شو رايك بالانتخابات الرئاسيه؟ انتخابات مسخره وما بتمد اي نوع من الشرعيه، مين بده ينتخبه؟ اذا ماني باليوم نازح بين داخل وخارج وصار مليونين بالسجن وقتل شي مليون، في باقي مليونين بس. شكرا لك. اهلا وسهلا.